هلو أصدقائي، اليوم بدود المعداني وفراش كيدز رح نتعلم كيف منرسم بقرة باستخدام حرف الباء، واللي هو أول حرف من كلمة بقرة. فيلا حضروا معي ورق وقلم لنبدأ بالرسم خطوة بخطوة. بالأول رح أكتب حرف الباء بمنتصف الورقة، وهلأ لكفي رسم وجه البقرة رح أوصل هدول الخطين بقوس بهي الطريقة، ولأعمل الراس من فوق رح أعمل خطين من هون بيطلعوا لفوق، هي أول خط وهي خط الثاني. هلأ بدي أعمل هون مثل قوسين، هاد الأول وهاد الثاني، وبعدين بدي أوصل هدول القوسين بنهايات هدول الخطين. تمام، هلأ رح أعمل دائرتين لأرسم العيون، هي الدائرة الأولى وهي الدائرة الثانية. بقلب هدول الدائرتين رح أعمل دائرتين تانيات أصغر شوي بهي الطريقة، ورح لونهم بالأسود بس رح أترك فيهم لمعة بيضة كتير صغيرة. تمام، هلأ لأعمل أدنين البقرة رح أعمل مثل خط متموج بهي الطريقة، مثل ما شايفين الخط بيطلع وبينزل وبيرجع بيطلع، وبعدين برجع بقوس لعند الرأس. نفس الطريقة رح أعمل الأذن الثانية، بعمل خط متموج وبرجع بوصله بقوس كبير بالرأس. هلأ بدي أعمل القرون، فرح أعمل قوس بيطلع من هون لفوق بهي الطريقة، ومن نهايته برجع بقوس تاني لعند الرأس. نفس الطريقة رح أعمل القرن التاني، قوس بيطلع لفوق بهي الطريقة وبرجع بقوس لعند الرأس. هلأ بدي أعمل إذنين من جوا، فرح أعمل قوس مثل هذا رسمته فوق بس أصغر منه تحت، وبرجع بعدين بقوس صغير بوصله بالإذن. نفس الطريقة الإذن الثانية، بعمل القوس بهي الطريقة وبرجع بوصله بالإذن من تحت. تمام، هلأ بدي أعمل أنفه للبقرة، فرح أعمل دائرة هون ودائرة تانية بجانبها. هلأ لأعمل التم رح أعمل قوس صغير تحت بهي الطريقة، وبنهايته بعمل هون قوس صغير لتبين ابتسامة البقرة. مثل ما منعرف البقرة بيكون عندها بقع سودة على جسمها ووجهها، فرح أعمل بقعة هون بهي الطريقة، ورح لونها باللون الأسود، ورح أقسم الإذن الثانية بخط بهي الطريقة، وبلون هذا الطرف باللون الأسود. هلأ بدي استخدم النقطة تبع حرف الباء لأرسم الجرس اللي برقبتها للبقرة، فرح أعمل دائرة حولين النقطة بهي الطريقة، وبعدين رح أعمل خط بينزل من الدائرة وخط تاني بينزل من الطرف التاني، ورح أعمل خط تاني بجانب الخط اللي على اليمين. تمام، هلأ رح أوصل هدول الخطين ببعض لعند آخر خط، ومن جهة تحت رح أعمل نصف دائرة صغيرة ليبين الطابة تبع الجرس، وبالآخر رح أوصل الجرس برأس البقرة. تمام، هيك منكون خلصنا من عملية الرسم. هلأ أنا رح لون البقرة، وأول ما خلص فيكن تعملوا بوز للفيديو لحتى تعملوا ماتشنج بالألوان بين الرسمة تبعي والرسمة تبعكن. إذا حبيتوا الرسمة أكيد ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، وكمان إذا لهلأ ما شفتوا هدول الفيديوهات اكبسوا على واحد منهم لحتى تحضروهم، وأكيد إذا بتحبوا الرسم ما تنسوا تشتركوا بقناة دود المعداني لحتى تشوفوا مثل هاي الرسمة رسمات تانية كتير حلوة.